الاخوات باش تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما تتفرجوا في الفيديو. الفيديو الاخوان غادي نديروا تحليل ديال الماتش وغنشوفوا شنو طرا في الماتش ديال الرجاء المغربي وكذلك الاهلي المصري، وغنشوف كذلك الحاله الصحيه للاعب المغربي جواد اليامي. المهم لا نطول لكم الاخوان، دخلوا ديريكت التفاصيل. شوفوا الاخوان شوفوا التشكيل اللي دخل به مدير كبير في الماتش، بحيث انه اعتمد على زنيتي في حراسه المرمى، في الدفاع حركاس والهدهودي، اظهره النهيري وبنشيك، خط الوسط اهولو الصبار وزريده، وخط الهجوم الهبطي وبوزدوك وحمزه. الماتش الاخوان كامل باختصار عرف واحد الضياع كبير من الفرص وغياب النجاعه الهجوميه لفريق الرجاء البيضاوي، وخصوصا من لاعب زريده اللي انفرد بالحارس وكون سجل ذاك البيت الاخوان انا متيقن 100% كان غادي يكون واحد الماتش اخر 100%، لانهم كانوا غادي يكونوا مساحه وكانوا غادي يكونوا كونتراك الدراج مزيانين وكانت غادي تسجلهم على الاقل واحد هدف ولا جوج، ولكن قدر الله ما شاء فعل وذاك البيت الاخوان ديال الاهلي اللي في الدقيقه 45 الاخوان زاد حطهم امال دراج. بداية الشوط الثاني الاخوان 10 دقائق الاولى الاهلي ضاغط مزيان، ولكن الراشد غير استوعبت الموقف وهي اللي رجعت ضاغطه كذلك في 20 دقيقه اللي من موراها حدود الدقيقه 67، ولكن الاخوان كما عرف الاهلي الخبط الكروي ديالهم كيعرفوا يماركي وقدروا يسجلوا الهدف الثاني على الرجاء البيضاوي وقتلوا فيهم الامل، وكان على فريق الرجاء البيضاوي على الاقل يسجل فقط هدف واحد باش على الاقل تكون عنده خطوط في العوده في المغرب ان شاء الله. وصدر الماتش الاخوان بهزيمه ديال الرجاء البيضاوي، هانيا الاخوان الماتش الجاي ان شاء الله في دونو العوده ان شاء الله نتمنوا شي نتيجه اللي تكون مزيانه على الاقل نحقق المعجزه الاخوان علاش لا، وكل الدعم الاخوان فريق الرجاء البيضاوي. ندوزوا الاخوان على جواد اليامي، بحيث في الماتش ديال اليوم البلد الاولي تصاب جواد اليامي على مستوى العين ديالو، وتم نقل جواد اليامي الى المستشفى بشكل عاجل لعدم القدره ديالو على الرؤيه باحد عينيه. ما تخلعوش الاخوان كما كيقولوا بعض الصحف انه غيفقد البصر ديالو، فراه هضره خاويه الاخوان كيبغيو يعانون ويضخموا الموضوع. أكدت إذاعة الكادينا كوبي الإخوان إسبانيا أن جواد اليامي انتقل للمستشفى بعد نهاية المباراة ضد جيرونا، مشيرة إلى أن اللاعب المغربي لم يقوى على الرؤية بشكل جيد بإحدى عينيه بسبب الإصابة، وما قالوش الإخوان أنه غادي يفقد البصر ديالو ولا شي. هذا ما كان إخوان، إن شاء الله نشوفو فيديو جديد إن شاء الله في أمان الله.